مرض صعب جدا يسبب آلاما مزمنة وشديدة لغالبية النساء لا توصف ولا يمكن احتمالها. قد تعتبره مخاضا شهريا عابرا، لكنه أخطر من ذلك بكثير. قد يتسبب بالسرطان لبعضهن أحيانا، وأخريات يتسبب بتأخر الحمل لديهن، ولكن أغلبهن لا يعلمن ماهية هذا المرض ولا حتى المسببات الواقعة خلف هذا النوع من الألم الشديد الذي يرافق الدورة الشهرية والممارسات الطبيعية في حياة المرأة. قد تعتقد البعض منهن أنها آلام عارضة قد تتعرض لها أي امرأة بشكل طبيعي، لكن عزيزتي انتبهي جيداً، الأمر أصعب مما تتصورين، وله أبعاد قد تكونين لم تسمعي عنها من قبل. إنها متلازمة الإندوميتريوزيس، أو ما يسمى بالانتباذ الباطني الرحمي أو البطانة المهاجرة. الإندوميتريوزيس هو سبب تأخر الحمل لدى النساء بنسبة لا تقل عن 70%. هذا المرض يصيب رحم غالبية النساء في العالم بدرجات متفاوتة، حيث يصيب حوالي 60% من النساء اللواتي يعانين من آلام شديدة ومزمنة في منطقة الحوض، في حين تكون نسبته بين 20 إلى 45% من السيدات اللواتي يعانين من تأخر الحمل، وتكون نسبته بين 15 إلى 20% من السيدات اللاتي ليس عندهن أي شكاوى. الإندوميتريوزيس مرض متطور، أي أنه لا يتوقف عند مرحلة علاجية قصيرة المدى، لذلك تجب معالجته بطريقة حيوية وفعالة على مراحل تتناسب مع الدرجة المرضية. ويتمثل هذا المرض بوجود أنسجة شبيهة ببطانة الرحم خارج الرحم، حيث تنمو تلك البطانة على جانبي تجويف الرحم لتمتد إلى قناتي فالوب ثم المبيضين أو إلى عنق الرحم، مما يجعلها تتسبب في التهابات ثم التصاقات وآلام حوضية دورية مزمنة مستمرة. كذلك فإن هذه الأنسجة المهاجرة تسلك سلوك الغشاء المخاطي المبطن للرحم، فهي تستجيب للهرمونات التي يفرزها المبيض في نهاية الدورة الشهرية. تنخفض نسبة هذه الهرمونات في الدم، مما يؤدي إلى اضمحلال الأنسجة المبطنة للرحم وخروجها على هيئة دم الدورة الشهرية. ولكن تلك الموجودة خارج الرحم فإنها تنتفخ في نفسها لأنها لا تجد طريقا للخارج، وقد تسبب إفرازات تؤدي بدورها إلى حدوث التصاقات داخل الحوض، كما قد تكون أكياساً مليئة بالدم وخاصة بالمبيض، تؤخر الحمل وقد تتسبب بسرطان الرحم في بعض الأحيان إذا تركت بدون علاج. عدا عن كم الألم المخيف الذي تعانيه المرأة في مختلف جوانب حياتها الطبيعية أو الممارسات الزوجية، لكن انتبهي، لا يمكنك الاعتماد على الأعراض والفحص الطبي لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة، فهي أعراض مشتركة مع أمراض نسائية أخرى، لذلك يجب عليك التوجه لعملية جراحية يشق فيها الرحم ويتم أخذ عينة يخضعونها للفحص المخبري الضروري للوصول إلى يقين بالإصابة، والتوجه للعلاج بعدها ضروري جداً. لا تهملي هذا النوع من الألم وتتعايشي معه على أنه طبيعي وعابر، فالعواقب وخيمة.